بغية فك الضغط على المؤسسات التربوية من المترقب دخول حيز الخدمة مرافق تربوية جديدة منها ابتدائيات ومتوسطات وثانوية في ولاية أغردايا مع الموسم الدراسي الجديد. الهياكل الجديدة التي ستفتح أبوابها في ولاية أغردايا عندنا 8 ابتدائيات على مستوى الولاية، 8-6 تم تدشينهم من طرف السيد الوالي، زائد كذلك ثانوية في زلفانة، إضافة إلى ابتدائيتين وكذلك متوسطتين إن شاء الله سنستلمهما مع الدخول المدرسي. المدرسة هذه إن شاء الله بدأت لموا أكتوبر 2021، وإن شاء الله درك رانا في لموا دوت 2022، إن شاء الله اللي يكون هذا على مدرسة راهي على الكمال إن شاء الله، رانا مكملين الأشغال. تمكننا من إكمال هذه الابتدائية، الحمد لله كانت السلطات معاونتنا إن شاء الله، وإن شاء الله هذا العام راحين يبدأوا يمارسوا الدراسة هنا. توفير أكثر من 25,000 كتاب مدرسي مجاني للتلاميذ الابتدائي بهدف التكفل الأمثل بهم خاصة في سنوات الثالثة والرابعة والخامسة. نحن في ولاية غردايا سيستفيد 25,665 تلميذ من الكتاب المجاني. طبعا عندما نقول 25,665 تلميذ معناها كل تلميذ في السنة الثالثة ممكن يستفيد من 7 كتب، السنة الرابعة من كذا كتاب، السنة الخامسة من 9 كتب. كل هذه المشاريع التربوية الجديدة لا محالة سوف تساهم في رفع المستوى التعليمي، على أن تسلم هذه المشاريع بداية من الدخول المدرسي القادم.